انت عارف انا من انصار، مش هقول لك الشده ولا بتاع، انا من انصار الحزم. يعني ايه؟ يعني مثلا في العمليه التعليميه انا من انصار الحزم جدا جدا. وبالمناسبه الجماعه الاجانب، عشان برضو في بعض الناس كده بتقعد تفتي، الجماعه الاجانب اكثر حزما مننا بكتير فيما يتعلق بالعمليه التعليميه برمتها زي ما بتقال بشكل عام، ما بيهزروش. يعني هولندا مثلا لسه حاجه مذهله. الهولنديين عملوا ايه؟ قال لك يا جماعه من هنا ورايح مفيش حاجه اسمها ولا تليفونات محموله ولا ساعات ذكيه ولا يحزنون جوه المدرسه، مفيش كلام من ده خالص نهائي. ليه يا جماعه هولنديين؟ قال لك بص دي حاجات بتشتت الطلبه، ده واحد. اتنين، بتضعف مهارات التعلم، بتقلل مستوى كفاءه الذاكره. ده كلام الهولنديين بالمناسبة، وبالمناسبة هو كلام علمي 100%. مش حاجة اسمها تليفون وساعة ومش عارف ايه جوه الفصل، مش كلام من ده. وتحديدا بقى بزيادة جدا طبعا الأطفال الصغيرين هناك ما عندهمش الهوس اللي عندنا ده. يعني طلبة الابتدائي عندنا فيش حاجة اسمها معايا سمارت فون وسمارت ووتش، كل دي أشكال برجوازية مش موجودة عند الناس دي أصلا أصلا. يعني لو مع التليفون بتاع زمان ابو زراير ده يبقى حدث كويس، ده فعلا حدث. انت معاك تليفون يا خبر وبزراير يا بختك. طبعا احنا القصص عندنا العكس، لا اب حبوب فاكر ان هو كده بيدلع ابنه ولا بنته فيجيب لهم مش عارف التليفون ابو كام وبتاعه، حاجه منظره كده غريبه جدا. المهم يقول لك المال عشان اطمن عليه، طب هات له التليفون ابو زراير ايه عشان اطمن عليه. المهم فقال لك في المدارس المتوسطة زي الإعدادي والثانوي مفيش ولا تليفونات ولا ساعات ذكية ولا دياول، مفيش. الموضوع يصبح منتهيا. من إمتى بقى الكلام ده؟ أقدر أقول لك إنه الهولنديين خدوا هذا القرار بحيث إنه يبقى فاعل ابتداء من 1 يناير 2024، يعني إن هي إلا 5 شهور وكل سنة وأنت طيب. معانا على التليفون سيادة النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب. أهلا 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 يا سيادة النائب. أهلا بيكم يا شبيه، مساء الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين. مساء الفل، منورنا ومشرفنا دايما وكما جرت العادة. إيه رأيك؟ بس أحييك، قول لي. أنا سمعت المقدمة. الله يخليك. اسمح لحضرتك إن أنت متناول موضوعات، لأن إحنا المرحلة دي محتاجين وعي كبير جدا مع التطور التكنولوجي الحالي. وأنا متفق معاك جدا بإن التعليم بالذات خاصة وإن التليفونات والتكنولوجيا مسيطرة على الأولاد مش مخليهم يسيبوا يدرسوا. صحيح. صحيح أكتر مما يجب. طب ده هيخليني هسأل، هل من الممكن إنه لجنة الاتصالات في مجلس النواب وبالتعاون مع لجنة التعليم يفكروا في تبني مثل هذا القرار وتعميمه داخل المدارس المصرية؟ أقول لك على مفاجأة وهتبقى انفراد. أرجوك. وزارة التربية والتعليم كانت قد صدرت كتاب دوري، وهقول لك بالأرقام، الكتاب الدوري ده كان رقم 27 بتاريخ 20 سبتمبر 2022. 27 سبتمبر 22 دوري ماشي. كتاب دوري رقم 27 صدر بتاريخ 20 سبتمبر 2022. حلو. الكتاب الدوري ده كان فيه نصا ولفظا حظر اصحاب التليفونات المحموله حتى لا يتم استخدامها في التصوير او الاتصال بالانترنت والالعاب الالكترونيه او مشاهده التليفونات وسماع اغاني او الى اخره، اللي هي زي القرار كده بتاع هولندا اللي هي التليفونات الذكيه اللي هي فيها انترنت، صلب الانترنت وكلام من هذا القبيل. حلو. ويمكن الكتاب الدوري اللي صدر من وزاره التربيه والتعليم كتب مبرراته وقال ان ده بيشغل الطلاب والتلاميذ وعدم الانتباه اثناء اليوم الدراسي. هل بينفذ؟ لا، محدش عرف عنه حاجه خالص. هقول لسيادتك، لما صدر هذا القرار أو الكتاب الدوري ده المفروض اتبعت منه أو اتوزع على كل المديريات على مستوى الجمهورية. المسؤولة عن تنفيذه مين؟ مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية وإدارات المدارس المسؤولة عن تنفيذ هذا القرار. حلو. أقسم لسيادتك أنه ولا إدارة تعليمية ولا إدارة مدرسة نفذت هذا الكتاب الدوري. وحان الوقت بقى وحضرتك يعني تبنيت موضوع مهم، وانا بوصي له من خلال منبر حضرتك المحترم ان حان الوقت ان وزاره التربيه والتعليم تفعل الكتاب الدوري اللي صدرته. نتمنى ذلك.
طيب هل من الوارد انه المجلس النواب يبدا يتواصل مع معالي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني لتفعيل هذا القرار، يعني الوقوف على اسباب عدم التنفيذ ثم الاصرار على التنفيذ بدءا من العام الدراسي القادم اللي هيبدا في سبتمبر 23؟ انا لما بلغوني ان انا هدخل مع سيادتك مداخله دلوقتي حالا، نسقت مع امانه اللجنه بارسال خطاب رسمي يوم الاحد القادم للدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم بالتنسيق مع لجنه التعليم، لان احنا اللجان المشتركه دايما انت عارف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع التعليم في تعاون مثمر، خاصه وان بيتم توصيل الفايبر والالياف الضوئيه للمدارس، فهناك تنسيق مستمر لتفعيل هذا القرار، وان شاء الله باذن الله الاحد او الاثنين القادم وحضرتك هتعرف ده، هنطلع توصيه بتنفيذ او تفعيل الكتاب الدوري رقم 27 اللي هو صدر بتاريخ 20 سبتمبر، حظر اصطحاب التليفونات المحموله الذكيه داخل المدارس، لكن مسموح باصطحاب التليفونات المحمول العاديه اللي هي بدون كاميرات اللي هي الزراير دي، وعدم استخدامها اثناء الحصص، ممكن تستخدم اثناء الفسحه عشان لتسهيل التواصل بين الطلبه واولياء الامور. ده طبيعي، ما عنديش فيه دايما اي مشكله، يعني هيبقى من حق الولد او البنت ان هو يتصل باهله اذا في امر ما، من حق الاهل ان هم يتصلوا باولادهم علشان امر ما ايا كان، لكن هو التليفون ابو زراير ده كافي جدا، ما ينفعش في وقت الحصص على الاطلاق. والتوصيات دي ان شاء الله هنصدرها يوم الاحد القادم، والاختيار مع الدكتور رضا حجاز ان شاء الله وزير التربيه والتعليم. يا ريت، وانا اعتقد انه دكتور رضا يعني هيبقى مستعد كل الاستعداد لتفعيل وتطبيق هذه القرارات، بالعكس هيبقى سعيد بيها لانه هو اللي اصدر هذا الكتاب الدوري في سبتمبر الماضي. وعاوز اضيف يا يوسف بيه ان النرويج ايضا، دوله النرويج على وجه الخصوص برضو صدرت قرار وقالت النظام التعليمي عندهم هو التفاعل المباشر، قالوا كده في بيان كده، هو التفاعل المباشر بين الطلبه والمعلم، ممنوع استخدام التليفونات الذكيه تماما. صح صح 100%. انا بشكرك جدا 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 يا معالي النائب، وشكرا جدا على يعني الاسراع في مساله اللي حضرتك ذكرتها، انه بالفعل يتم ارسال خطاب الى معالي وزير التربيه والتعليم لتفعيل هذا القرار. بشكرك جدا سياده النائب، كل الشكر لسياده النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب المصري.